أنا اسمي منار حمدان. أول رمضان لي أصومه، وأمي لأن أنا صمت رمضان جنزي كذا بتكافئني لأن بقرنقع، ولأن هذا من تقاليد قطر وشعب قطر وأهل قطر. بالقرنقع نروح أنا وبنات خالاتي عند الجيران ونعيد نقرقع عليهم وناخذ منهم الأشياء الحلوة حقت الأطفال وتفرح. اسمي ملاك عبد الله رويلي. هذه أول سنة أصوم برمضان، أنا متحمسة وأصوم مع أخواني وأهلي. قرنقع اليوم اللي أنا أحبه لأنه لما أقدر أروح مع أخواني وكل أهلي وأروح يعني أروح بيت وأعطي حلويات وهم يعطوني وأنا أعطيهم. أنا اسمي حماة حمدان، عمري 9. اليوم أنا لابس قرنقعو، واليوم نبي نقرقع بالقرنقعو. نروح أنا وعيال خالاتي نقرقع على الجيران والناس، والأكلة للداخلة البطاط والعصير والمكسرات والمصاص. القرنقعو هو فرحة أطفال الخليج في منتصف شهر رمضان. هذا اليوم مكافأة للأطفال لأنهم صاموا نص شهر رمضان عشان يتحمسون لصيام شهر رمضان كامل. أنا عبد العزيز عبد الله الرويلي، عمري 12 سنة. أنا أصوم رمضان وإحساسي قوي لأن اسم رمضان نادلة. اسمي ناصر حمدان عواد الشمري وعمري 10 سنوات. نصوم برمضان نعطي الفقراء فلوس ونشعر في السعادة ويكون الأجر مضاعف. أنا سارة عمري 9 سنوات. هذه أول سنة أصوم رمضان، أمي بتكافئني بالقرنقحو عشان أكمل آخر رمضان الصيام. اسمي مشاعر فلاح الرويلي، عمري 11 سنة. أنا في رمضان أتعلم الصبر. هذا رمضان أصوم فيه كل الأيام. اسمي يوسف عبد الله الرويلي، عمري 10 سنوات. أصوم عشان ربي يعطيني حسنات ونصوم عشان نحس بالمساكين. رمضان يعلمنا أعمالنا الصالحة وما نأذي أصحابنا. اسمي ناصر عبد الله ضامر رويلي. رمضان هو واحد من أحسن أشهر من كل السنة. السنة كله أحسن شهر بالنسبة لي هو رمضان. برمضان ان تحسين ان انت يعني تبين تاكلين بس ما تقدرين تبين تصومين، والله بيعطيك اجر لو صمتي. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير.